عايزه احكي لكم حكايه. بس بقي وارم، عمري ما رحت لدكتور سنان في حياتي، وبعدين فجاه حسيت بوجع في كل حته، وسالت حطيت بوست على فيسبوك قلت لهم مين احسن دكتور عشان بقي باظ. فاول مره الاقي اجتماع كده ان كل الناس كاتبين نفس الاسم، دكتور نور دكتور نور دكتور نور دكتور نور. قلت يا جماعة نمرة دكتور نور، وكلمت دكتور نور وجيت على ان عادي يعني مثلا هعمل حاجة هعدل حاجة بتاع. فدكتور نور اكتشف ان انا كان معمول لي حاجات غلط كتير قوي، وحصل لي تأكل في عظم الفك وبوست خالص. فانا بعمل فيديو، في ناس كتير قوي تقولك ايه بتعمل فيديو عشان تعمل سنانها ببلاش وبتاع، يعني ما بعملش حاجه ببلاش. والله دفع، ما بعملش حاجه ببلاش والله. انا بقول كده وانا ما بنعملش ببلاش. انا بقول كده بتعمل ببلاش لمين؟ على الناس الغلابه. لا هو مجامل، هو مجامل الناس الغلابه ماشي. لا هو مجامل قوي ويعني مش مادي خالص. بس الحاجه اللي عايز بجد اتكلم فيها لغايه ما ان شاء الله دبليو 4 هيبقى في افتر كمان شهر باذن الله، اوريكم بقى نيو لوك فظيع. وهو قرر كمان يعمل لنا حاجات خيريه في البرنامج، مش هسيبه برده هستغله. ان هو كان ممكن يجي ويروح حاطط على طول البرنيرز او الكراونز او كده، بس هو قاعد بقاله دلوقتي اكتر من شهرين وشويه بيعالجني، يعني بيعالجني عشان يحط لي الكراونز في الاخر. انا بصراحه الحكايه دي ما لقيتهاش في دكاتره قبل كده، يعني الناس بقت ماديه جدا وعايزه تقلب الزبون وخلاص. جربت يعني ناس قبليه بدون ذكر اسماء، يعني لما كتبت الاسامي وقالوا لي فلان فلان فلان، ف ما لما وصلت له كنت رحت لناس تانية كان يلا بكره وناخد المقاس وبعد بكره نركب وبعده، ده كنت هضيع طبعا. احنا جايين السنان تقريبا معظمها متلخلخ، فيعني انا طالع بهذا المنظر المرعب عشان اقول لك ثانك يو قدام الناس. ولسه مصر بخير، يعني لسه في دكاتره اونست. يعني استنونا بقى كمان شهر ونص في فيديو تاني هنبقى ايه بقى. لا يعني واو ان شاء الله، واو باذن الله وصحيح.